أكد وزير الخارجية سامح شكري أن التهجير القسري للفلسطينيين يعد انتهاكا للقانون الدولي لا يمكن تقبله. وخلال جلسة نقاشية حول السلام والاستقرار في الشرق الأوسط عقدت ضمن أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، شدد شكري على ضرورة تخفيف التداعيات المأساوية التي يتعرض لها سكان غزة. تواصلنا مع الجانب الإسرائيلي بشأن ما يحدث في رفح و مشكلة التهجير، وهي انتهاك للقانون الدولي الإنساني ولا يمكن تقبلها ولا تداعياتها بأي شكل من الأشكال بالنسبة للجانب المصري، وهذا يضع مشكلة كبيرة فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية مع الجانب الإسرائيلي، ويجب علينا أن نتجنب التداعيات المأساوية والتي يتعرض إليها سكان غزة، فهي إحدى المناطق المليئة بالسكان، الأكثر تهجيجا بالسكان الآن.